أكلمكم على واحد الموضوع، العفو عند المقدرة. كاين الكثير منها ويصلي ويزكي ويصوم ويحج وكذا، بصح العلاقة بينه وبين إخواته في الدار ما نتكلموش على الجيران سيدي، الإخوة في الدار ما يتكلموش مع بعضهم. بيت فيه طابق زوج ثلاثة أربع طوابق يدخلوا من باب واحدة، ولكن ما يلقوش السلام على بعضهم. علاش؟ لأن ممكن أولادهم صغار تهاوشوا، ممكن نساهم ما بيناتهم تهاوشوا، ممكن كذا يقاطع أخاه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أخي هذا غلط فيا، هذا أخويا المؤمن غلط فيا. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ها لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ها نحن بشر نغلط وربي سامح فينا، كوني حسبنا ربي واحد فينا ما يدخل الجنة. ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. كون ربي سبحانه وتعالى يحاسبنا كل واحد غلط يسلك هذه الأرض ما تلقى فيها حتى واحد عايش. ها ربي يقول في القرآن ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى. خاوة في الدار ما يتكلموش، في رمضان سبحان الله وولدتهم بطن واحدة وعندهم بي واحد سبحان الله، ويدخلون من باب واحدة لأجل الدنيا. ممكن عجل أولاد ما تهوشوش ونساء تهوشو، ممكن قطعة أرض، ممكن مطرة تراب، ممكن مش عارف قال له واحد نعطيني الطابق الثاني وراح اداه الأخر ومش عارف، هم الدنيا كل وهي كلها كلها رايحة. قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. سبحان الله سبحان الله، هذه تعاليم الله عز وجل. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يلي ظلموك وعفيت الأجر لا يعلمه إلا الله. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يا سيدي انت تشبه بأبي بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله وش قال على أبي بكر؟ كل من كانت عندنا يد له يد كافأناه علينا عليها إلا الصديق فإن تركنا مكافأته على الله عز وجل. انت كيجيك ربي يقول لك فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأجره على الله، فأجره على الله. أمهاتنا أخواتنا فمن عفا وأصلح فأجره على الله، بياتنا شباب فمن عفا وأصلح فأجره على الله. واحد يقول لك وكأن الله يقول لك يا ابن آدم غلطة في حقك وظلموك اعفو يوم القيامة أنا نعطيك الأجر. أتكذب الله؟ أتكذب الله؟ كون يقولوا لك في الدنيا دير هذيك الحاجة نعطيك هدية، طنبلة، سيارة، سيارة، تدار، تفرح ولا ما تفرحش؟ ما عند الله أعلى وأعظم وأحسن، ولا الآخرة خير لك من الأولى. ولذلك اسمع هذا الموقف، درنا عملية جمع تبرعات، هم يديروا جمع تبرعات وأنا نعطيكم هذا الموقف الجميل ونحن في العشر الأواخر. نتمنى على كل مؤمن ومؤمنة يصلي الرب في العشر الأواخر وقلبه صافي صافي، ما فيه لا حسد ولا قطيعة رحم حتى ولو ظلموك. يا أخي اسمح لي اسمح لي، وراه العيب. هل أوذي يا رسول الله؟ أوذي يا رسول الله؟ كي نعود نقرأ سيرة النبي ونقرأ القرآن وما نتبعوش واش قال ربي والنبي، لماذا القرآن؟ لماذا الصلاة؟ لماذا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. ابن آدم إذا أردت أن تختار فاختار ألا تختار، واترك الاختيار لله الواحد القهار. يا أمة محمد ربي راه اختار لكم القدوة، واللي تبع القدوة اللي اختارها ربي ينجح، واللي ما تبعش القدوة يخسر. قال الله ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. احذر أن يحل عليك غضب الله. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، راح في النار والعياذ بالله. اسمعوا لهذا الموقف العجيب الغريب، اسمعوا لهذا الموقف يا أحبة رسول الله، حتى أن الله ما يتخلاش على أمة محمد حتى يوم القيامة. صلوا على رسول الله. سألتكم بالله سألتكم بالله سألتكم بالله بعد نهاية الدرس اللي راهو قاطع الرحم تاعو، والله ظالم واحد ولا مظلوم؟ أنا مظلوم أنا مظلوم والله، غير ببركة هاد الليالي المباركات وجبريل سينزل والعشر الأواخر نروح لخويا المؤمن نقول له والله نتسامحوا لله في سبيل الله. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أجمع أنت أنت أروح أروح أنت أنت وأخوك في الدار ما تتكلموش مع بعضكم. هذا بيو هذا بيو هذا ولد خويا، هذا ابن اخي عنده اب، انا ما نتكلمش مع خويا وهذا ولده. السلام عليكم، واش راه يهز الطفل هذا؟ راه يهز القطيعه، ما يتكلمش مع عمو. منظرك منظرك يكره عمو، منظرك يكره عمو ويتهاوش مع عمو في الميراث.
وغدوة بنات عمو يتهاوش معاهم وترد، وهذا يقطع وزيد هذا أولاد ويقطع 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 حتى نلقوا الله وهو الله والله علينا غضبان. خي الأولاد يهزوا شرم يلقاو يهزوا أحبة رسول الله. شابه علي أباه في الكرم ومن شابه أباه فما ظلم. صلى الله العفو والعافية. اسمعوا لهذا الموقف، قال عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله جالس إذ رأيناه يضحك. سيدنا أنس قال لك احنا قاعدين مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يا ربي ما تحرماش بقعدة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة فرأيناه يضحك، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هنيئا لكم يا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلسة رسول الله وضحكة رسول الله ونفس رسول الله وريح رسول الله وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الله، قاعدين مع النبي فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه ايش قال؟ قالوا ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ ضحكنا معك يا رسول الله. أزربوا لنا شوية أولاد يا جماعة تبرعات، الله يرضى عليكم إن شاء الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رجلان من أمتي. قال له ضحكت على رجلان من أمتي جثيا أمام الله عز وجل. قال مزوج رجال من الأمة تعي قاعدين على ركابهم قدام الرب عز وجل، يا له من موقف. الله الله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كاين هادو قاعدوا قدام ربي، هذا ظالم وهذا مظلوم، هذا المظلوم يقول للرب سبحانه وتعالى: يا ربي خذ لي حقي من هذا. معليش في الدنيا بالك مدي ترشاوي، بالك تعرف جماعه، بالك توسطوا لك، بالك كذا، بالك محكمة الله عز وجل يقول الله فيها يوم القيامة: يا أيها المظلوم تقدم، ويقول للظالم: يا أيها الظالم لا تتكلم. هذه المحكمة عن الرب يوم القيامة. في الدنيا قادر تدير محامي يدافع عليك وانت ظالم، ولكن يوم القيامة يقول الله عز وجل للمظلوم: يا أيها المظلوم تقدم، ويقول للظالم: يا أيها الظالم لا تتكلم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا ربي خذ لي حقي من هذا. فيقول الله عز وجل للمظلوم: عبدي خوك المؤمن هذا خوك. قالوا الناس كل ذات الحقوق نتاعهم، هو ما بقت له حتى حسنه، ما بقالوش حسنات باش يعطيك. يوم القيامه كان الصوارد، كان السيئات والحسنات. فقال المظلوم: يا ربي خذ لي من خطاياي، هز من ذنوب نتاعي وحط على ذنوبه. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ذاك يوم يحتاج الناس فيه من يرفع عنهم ذنوبهم. الآن تتدخل العناية الإلهية، الآن تتدخل العناية الإلهية. الرب سبحانه وتعالى يقول للمظلوم: يا أيها المظلوم ارفع رأسك وانظر. صلوا على رسول الله. يرفع المظلوم رأسه فإذا الجنة فوقه، يشوف في الجنة: فإذا قصور مرصعة بالذهب واللؤلؤ والمرجان، وقصور ما شاء الله ومدائن كلها من ذهب ولؤلؤ ومرجان. فيقول العبد: يا ربي لمن هاته القصور؟ أهي لنبي أو ولي أو صديق أو شهيد؟ هذا الديار، هذا 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 الخير الكبير، هذا قال له ما يديها غير واحد شهيد والله نبي والله ولي من أولياء الله والله صديق والله كذا، يعني حاجة مستوى عالي جدا. فقال الله: يا عبدي هاته القصور لمن أعطاني الثمن، اللي أعطاني حقهم نعطي له. فقال العبد: يا ربي ومن يملك ثمن هذا؟ شكون اللي يقدر يشري هذا القصر مرصع بالذهب؟ فقال الله، شوفوا أدب الله مع العبد، شوفوا الرب سبحانه وتعالى كيفاش يتحاور مع العبد، شوفوا الله عز وجل كيفاش يسايس العبد، شوفوا الرب سبحانه كيفاش يتأدب مع العبد. يوم القيامة احنا الناس نقول لهم في الجامع اصم تبارك تأدبوا مع ربي في الجامع، شوفوا ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة وما أدراك ما يوم القيامة، يقول له: عبدي عبدي ومما زادني شرفا وعزة وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فيقول الله للعبد: عبدي هذا القصور لمن أعطاني الثمن؟ اللي سلك نعطي له. فقال العبد: يا ربي ومن يملك ثمن هذا؟ شكون اللي عنده السوار تاع هذا؟ فقال الله: عبدي، هذا يتكلم على المظلوم، أنت تملك الثمن، أنت تملك الثمن. فيقول العبد: يا ربي أنا أملك الثمن. وكأنه يحتقر نفسه ويحتقر عمله.
ممكن عشاليله في الدنيا كان ما عندوش، اليوم عنده الثمن تاع قصر في الجنة مرصع بالذهب واللؤلؤ والمرجان، فيقول يا ربي وما ثمنه؟ فيقول له الله ثمن ذلك القصر عفوك على أخيك. اعفو على هذا أخوك المؤمن. شوف الله عز وجل كل ما يعفيش عليه، شوف سبحان الله هذا العبد يدخل النار، لأن حقوقك بينك وبين الله قد يغفرها الله، أما الحقوق بينك وبين العبد لن يغفرها الله لك حتى يغفرها لك العبد. فيقول العبد ربي عفوت عنه، من شدة الفرحة الجنة، القصر الجنة، خلي الدنيا ومال الدنيا والترابات تاع الدنيا والشروعات تاع الدنيا والمشاكل تاع الدنيا والقيل والقال تاع الدنيا والغيبة والنميمة تاع الدنيا والمقاهي تاع الدنيا والدومينو تاع الدنيا والبيع والشراء تاع الدنيا وسيارات الدنيا، الهم كله ينساه. ربي 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 الجنة عفوت عنه يا رب، عفوت عنه يا رب، ويجي رايح يجري الجنة. فيقول له الله ابن عقل يا عبدي خذ، أما عفوت عن أخيك؟ قال عفوت عليه يا ربي، خذ بيدي أخيك وادخل إلى الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بينكم يوم القيامة. صوروا هذا مشهد واحد من مشاهد يوم القيامة، فما بالكم بالمشاهد الكثيرة التي سنراها بإذن الله عز وجل. هذا موقف واحد برك، شوف كيفاش تفاعلنا معاه وكيفاش فرحنا معاه والناس كلها مشوقة والقلوب مش رائبة والأعناق مش رائبة، فما بالكم بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال الله فمن عفا وأصلح فأجره على الله. سألتكم بالله على وجه ربي يا جماعة، سألتكم بالله، وإحنا رانا خارجين من الجامع اليوم بإذن الله حيانا ربي، نكمل الصلاة واليوم يقيم ليل بإذن الله، اللي عنده مظلمة عند خوه يرجعها له، واللي ظالم خوه يروح يطلب منه السماح. أيها هذا المظلوم إذا كان هذا الظالم تكبر وتجبر، أنت لوجه ربي روح اطلب منه السماح، قال سامحني أنا اللي غلطت لوجه الله، وغدوة ربي يعطيك الأجر، أو الأجر عند ربي يا جماعة، ماهيش مذلة، ما مزوجك تقول لك راك مذلول ورحت لخوك وكذا، دعكي دعكي من هذا الكلام، نحن نشوفوا كلام ربي واش يقول، ما نشوفوش العباد واش يقولوا، الله قال والناس قالوا، أنا نقول واش قال ربي سبحانه وتعالى، ونتبع واش قال ربي سبحانه وتعالى، قال الله فمن عفا وأصلح فأجره على الله. اجمع اعفو على بعضاكم، قادر اخوك يموت غدوة يقول لك إنا لله وإنا إليه راجعون، راك ما تتكلمش معاه، هاي عشي اخوك مغسل ومكفن وتحت التراب، تبقى تبكي يا اخويا اسمح لي. هم دمنا حيين اجمع الله يرضى عليكم. سألتكم بالله بعد صلاة التراويح نساء ورجالا شبابا وشيبا، اللي عنده مظلمة عند خوه يروح يطلب منه السماح اليوم قبل غد، هاي العشر الأواخر، ينزل جبريل وفي قلبك الحسد، ينزل جبريل وفي قلبك القطيعة، ينزل جبريل وفي قلبك أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء الظن بالناس، أبدا يا جماعة ما تخلوش الشيطان يغلبكم. هذه عشر الأواخر أعظم الليالي عند الله عز وجل، فيها ختم نزول القرآن، قال الله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.